كيف يوم الجمعه معك؟ هتقولوا لي انتوا بقى بعد ما تشوفوا المسلسل ان شاء الله كل يوم جمعه هيبقى عامل ازاي بالنسبه لكم؟ لا خالص ما قلقنيش لغايه دلوقتي. انا لغايه دلوقتي ما شفتش ولا حلقه، انا مستني اشوف النهارده معاكم مع الناس كلها، واتمنى ومتاكد ان الناس ان شاء الله هتقدر المجهود اللي اتعمل، واتمنى يعجبهم العمل، انا بحبه جدا وقرب جدا لقلبي، واتمنى لهم مشاهده سعيده ان شاء الله. وانت تشوف شاهد كده ايش طقوسك في البيت؟ يعني ايه طقوسي في البيت؟ ازاي؟ كيف تمدد رجولك تنسى يعني؟ ايه كيف ايه؟ كيف تمدد رجلينك وجالس؟ لا عاد التلفزيون، عاد التلفزيون، عاد التلفزيون دي بحبها جدا، بحب افضل قاعد كده سبيشلي على الاكل، بحاول طبعا ما اتعشاش، بس يعني لما يبقى في عشاء بتبقى برضو قاعده حلوه قدام التلفزيون. ومتفائل جدا ان شاء الله للانطلاقه الجديده لشاهد، وسعيد ان انا جزء منها، وان احنا بنعرض في الاوائل مع يعني في البلاتفورم، واتمنى ما تبقاش اخر تجربه، في اعمال تانية كتير ان شاء الله.